مرحبا شباب، اليوم بدنا نشوف طريقة تنظيف عدسة الكانون من الوسخ والغبرة اللي تكون داخلة عليها. طريقة سهلة إن شاء الله، إن شاء الله بتستفادوا من هالفيديو. رح يلزمنا معدات بسيطة، مفك براغي صغير، قطن تبع تنظيف اللينين، ونكاشة أسنان صغيرة، ومشرط، وكمان بيلزمنا تيب، يعني لاصق بسيط يكون بلون واضح مش اسود. ولو عندك انت مكنة التنظيف تبع الغبار من الكانون بتكون ممتاز. منبلش هون، نفتح الغطاء تبع العدسة، بنشوف عندنا هون. طبعا هي العدسة هي عدسة 18x135 مليمتر، قطر 67 مليمتر. طبعا فينكم تشتغلوا عليها وعلى اي عدسة تانية من الكانون. بتشوفوا عندكم هون في اطار بلاستيك ناعم، باحد جوانب الاطار بيكون في عندنا هون فتحة صغيرة كثير. هاي الفتحة بنستخدم نكاشة الاسنان وبنشيل الاطار، حاولوا تشيلوه على مهل. فبس ترفعوا الطرف تبعها تطلع معكم، وتبلشوا تسحبوها شوي شوي مشان ما تخرب. بتكون طلع معنا الإطار البلاستيك الصغير، بتحاولوا تحافظوا على المادة اللاصقة الموجودة على ظهره مشان الرجعة. حطوها على جنب. بنلاحظ هون عنا 3 براغي صغار. هال3 براغي لهم مكان معين لازم ينحطوا فيه، لأنه بيكون في عنا هون مجرى لتحريك العدسة. طبعا هذا المجرى يستخدم لتعيير مكان العدسة، فلازم لما نرجع نركب العدسة تكون البراغي بمكانها الصحيح بدون أي تغيير. فمشان نعمل طريقة سهلة لحفظ المكان، نستخدم اللاصق. ناخذ قطعة لاصق صغيرة، تحطوها بأي مكان بالعادة على العدسة، أي مكان موجود، بحيث توصل سطح العدسة الزجاجي مع جانب البلاستيك للعدسة مثل ما شايفين بهالشكل. بعدين تاخدوا المشرط اللي حطينا عليه وتقطعوا اللاصق بالمكان الفاصل بين العدسة مع البلاستيك الإطار المحيط فيها بهالشكل هذا، عشان لما نرجع العدسة نعرف مكانها الصحيح. هلا نستخدم فك براغي ونفك ال3 براغي الموجودين. فبتكون هالعدسة جاهزة لحتى نشيلها. مشان تشيلوها بطريقة وما تنأذى العدسة فيها، استخدموا أي قطعة قماش تكون ناعمة. في قطعة تجي من كانون بنستخدموها، حطوها على وش العدسة وقلبوا العدسة لتحت. فبس تشيلو تهزوها شوي تكون طلعت معنا العدسة. العدسة بنتركها على جنب، بنشوف الغبرة هون أو الأوساخ الموجودة. طبعا صعب تبين هلا على الفيديو، ولكن بيكون في غبار موجود جوا، بحاول تنقط الغبار كله الموجود.
لكي تأكد انه ما في اي غبار تاني. بتجيب العدسة تحاول تنفض كمان عنا الغبار الداخلي. هذا العدسة جاهزة طبعا حسب وضع العدسة عندك، احتمال يكون بدها تنظيف اكثر تستخدم القطن اللي حكينا عليه، عواد القطنية او كمان العصا اللي في بتجي مع عدة الكانون للتنظيف، فينك تنظف فيها لو كان في اي شوائب عالقة على زجاج العدسة. جاهز العدسة للتركيب، بنرجع العدسة مكانها، تمام. بعد ما نرجع العدسة مكانها بنعيرها، بنشوف رجع اللاصق مقابل اللاصق، يعني اللاصق على زجاج العدسة مقابل اللاصق على إطار الكاميرا بشكل تمام، فهذا بيعني انه اللينس رجعت مكانها تماما. فهلا بنثبت مرة ثانية البراغي، برجع البراغي مكانها. وآخر خطوة عنا هي رجيع الإطار البلاستيكي للعدسة. فينا نخلي شعار الكانون على شعار الكانون هون عشان يكون في تناسق، بس ترجعوا مكانه وتضغطوا. تنظيف العدسة الخارجية، الزجاج الخارجي للعدسة، لأنه ممكن يكون في آثار من اللاصق، فينكم تستخدموا السائل الخاص بالتنظيف من الكانون، كمان بيجي مع عدة تنظيف خاصة فيها، والقطعة القماشية الخاصة بالكانون. وبهالشكل أصدقائي بنكون نظفنا العدسة من داخل من أي أوساخ أو غبار. طبعا دائما راح يكون التنظيف في القسم العلوي فقط، أما القسم السفلي ما بنلمسه نهائيا. شكرا لكم، وإن شاء الله يكون الفيديو فاتكم.